الرئيس هادي يدعو الجيش إلى رفع الجاهزية. وإسرائيل تفشل في اغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف. نشرة الأخبار من قناة سهيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعا الرئيس عبد الرب منصور هادي الجيش إلى أن يكون على قدر كبير من الجاهزية، وانتقد الأعمال التي يقوم بها الحوثيون. وأكد في كلمته اليوم خلال اجتماع موسع عقد في القصر الجمهوري صباح اليوم بحضور أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء الحكومة ومختلف الفعاليات السياسية، أكد على الجمهورية والوحدة والديمقراطية وضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتحدث الرئيس هادي عن الإصلاحات الاقتصادية وقال إنه لا تراجع عنها. وقد صدر عن الاجتماع بيانا وتضمن تشكيل لجنة لزيارة صعدة ومقابلة زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي لإثنائه عن هذا النهج ودعوته للمشاركة في الحكومة. وتم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغ وعضوية سلطان البركاني ويحيى منصور أبو أصبع وعبد الحميد حريز ونبيلة الزبير ومحمد قحطان ومبارك البحار وعبد العزيز جباري وعبد الملك المخلافي. هذا واعتبر أحد أعضاء الاجتماع الذين حضروا الاجتماع أن هذا الاجتماع كان بمثابة إنذار أخير للحوثي بضرورة التعبير عن نفسه بالعمل السياسي أو وقوف الجيش والشعب جميعا في وجهه. هذا وكان منتسبو اللواء الرابع مدرع احتياط أكدوا أمس استعدادهم الدائم والكامل لإنجاز واجباتهم المقدسة وتنفيذ كل ما توجههم به القيادة السياسية والعسكرية وبما من شأنه حماية سيادة الوطن وحفظ أمنه واستقراره وصون مقدرات أبناء الشعب والذود عن الثورة والنظام الجمهوري في وجه كل من يسعى إلى إعادة أوهام الماضي المقبور للإمامة والمستعمرين. جاء ذلك في الدرس التكتيكي لرفع درجة الاستعداد القتالي وتنفيذ الحركة الفورية لمنتسبي اللواء الذي نفذ في مقر القيادة. وعلى ذات السياق، نشر ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس عبد الرب منصور هادي أسقطها الحوثيون في منطقة الصباحة بالمدخل الغربي للعاصمة صنعاء. وظهرت الصورة التي تداولها الناشطون على الفيسبوك لوحة منكسة إلى الأرض تحمل صورة للرئيس هادي وقد أسقطها الحوثيون من على عمود كانت مثبتة عليه ويقع بالقرب من معسكر يتبع القوات الخاصة. أكدت اللجنة الأمنية العليا أنها ستتخذ الإجراءات المخولة لها برفع المظاهر المسلحة لجماعة الحوثي على تخوم العاصمة صنعاء في حال لم تقم برفعها. وأصدرت اللجنة بيانا مفصلا لما تقوم به جماعة الحوثي من استعدادات واستفزازات خطرة ترمي من خلالها إلى إثارة الفوضى والإخلال بسكنة العامة لتنفيذ أجندتها الخاصة. تفاصيل البيان في التقرير التالي. أكدت اللجنة الأمنية العليا في بيان لها أنها تنتظر رفع المظاهر المسلحة لجماعة الحوثي على تخوم العاصمة صنعاء، ما لم فإنها ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمن والاستقرار. وقالت اللجنة إن قوات الأمن منعت العديد من الأطقم المسلحة لمقاتلي الحوثي من دخول العاصمة، موضحة بأن هؤلاء المقاتلين تواجدوا بشكل مكثف بأسلحتهم المختلفة في منطقة المساجد في الغرب ومنطقة حزت في الجنوب ومنطقة الرحبة جوار مطار صنعاء ومناطق أخرى، وأنهم نصبوا نقاطا للتفتيش على منافذ المدينة وجهزوا عددا كبيرا من الأطقم المسلحة التي تقل عناصر حوثية ليسوا من أبناء المناطق التي يجري فيها التخييم.
وأشارت إلى أن المقاتلين الحوثيين اعتلوا التباب والمرتفعات الواقعة على جانب الطريق العام، واستخدموا الجرافات والمعدات لإعداد المتارس والخنادق بما يتنافى مع مظاهر السلم والتعبير عن الرأي بالصورة الحضارية المعمول بها في المطالبة بالحقوق القانونية والمشروعة. ووصفت اللجنة تلك الأعمال بالمخلة بالاستقرار ومستفزة لشعور المواطنين ومنافية لمخرجات الحوار، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها للتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية. من مفارقات الحياة أن يتباكى عبد الملك الحوثي على الدولة التي يعمل جاهدا في سبيل تقويض أركانها، تارة بشن الحروب على المدن والمحافظات باسم الدفاع عن النفس، وتارة بالتمرد على مخرجات الحوار الوطني باسم الانتصار للجياع الذين لم يتورع لحظة عن سفك دمائهم. مزيدا من مقاربة المشهد في سياق التقرير التالي. ليس هناك أي التفات إلى أي ضجيج من هنا أو هناك، أي تشكيكات، أي كلام للاستهلاك أو للتضليل لا يلتفت إليه شعبنا اليمني نهائيا. ومن أبشع أنواع الكذب ما جاء سادسا في خطاب زعيم الميليشيات الحوثية، وثالثا في الأهداف والمطالب. الأهداف والمطالب محددة وواضحة، إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة الفاشلة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي بقيت حبيسة الأدراج. كان الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني هو نزع السلاح عن الميليشيات الحوثية التي رفضت ذلك مرارا وتكرارا. وضع الحوثي شماعة تنفيذ مخرجات الحوار ضمن أهداف خروج جماعته في غزوة الإنذار العظيم، فيما لازالت ميليشياته تتأبط بنادق الموت. تنفيذ مخرجات الحوار لا يحتاج كتائب الحسين وقذائف الار بي جي، بل وطنا بلا ميليشيات. شارك الحوثيون على مدى 10 أشهر في مؤتمر الحوار، وكان دخولهم المؤتمر بنصيب الأسد قبل تسليم السلاح هو الخطأ الفادح كما تبين لاحقا وأثناء جلسات الحوار. تنص الفقرة 20 من الحلول والضمانات على نزع سلاح الميليشيات واستعادتها ليد الدولة، فيما الفقرة 55 من الضمانات تنص على سحب الحوثيين نقاطهم المسلحة من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. وفي أول حوار له على صحيفة صدى المسيرة الناطقة باسمه قال زعيم الحوثيين إنه لا يوجد نهائيا أي نص في مخرجات الحوار يلزمه بتسليم السلاح. أعاق ممثلو الحوثيين مؤتمر الحوار لأكثر من مرة، قاطعوا وأحدثوا هرجا ومرجا في القاعة في حين ميليشياتهم تقترف جرائم وانتهاكات بالتزامن في صعدة والمحافظات المتاخمة. وفي أول موقف رسمي للجماعة المسلحة أعلن صالح حبرة رئيس المجلس السياسي لما يعرف بأنصار الله عن رفض جماعته تسليم سلاحها. ورفض الحوثيون الخطة التنفيذية التي أعدتها الحكومة اليمنية لتنفيذ مخرجات الحوار، وقطعوا جلسات الهيئة المكلفة بذلك. كان من الطبيعي أن تتجمد مخرجات الحوار في الأدراج ولن تخرج منها حتى يضع الحوثيون أوزار سلاحهم ويدخلون في السلم كافة. هذا وأدت المعركة التي تخوضها ميليشيات الحوثي في بعض مناطق الجوف إلى نزوح مئات الأسر من منازلهم، كما أن غياب الدور الرسمي في رعاية هؤلاء النازحين يزيد من معاناتهم. إمعانا في سياسة التهجير والتدمير التي تنتهجها جماعة الحوثي لكل من لم يدن لها بالسمع والطاعة، تجبر آلة الحرب الحوثية عشرات الأسر للنزوح وترك منازلهم مخلفين كل ما جمعوا من مال وممتلكات. ظروف معيشية صعبة للغاية تعيشها أغلب الأسر النازحة جراء عدوان الحوثي على أبناء مديرية الغيل، بدءا من فقدان الأهل ومغادرة للمنازل وانعدام المأوى والطعام، بالإضافة إلى حرارة الشمس وشظف العيش. على وجوه هؤلاء الأطفال رسمت ملامح التهجير والتدمير. لم تراعي ميليشيات الحوثي في حربها براءة الأطفال، ولم تعرف لحقوق الإنسان معنى سوى لغة القتل فقط وحدها، خراب البيوت والتهجير والتفجير. نترك الكاميرا تعبر عن الواقع. يتساءل الجميع ما هو الذنب الذي اقترفوه، ولماذا هذا الظلم والعدوان الذي تعرضوا له؟ تردون العودة من بيوتنا وأكلوا غنمنا حتى الثياب ما خلونا ندرها وفجروا بيوتنا، هذا أي ذنبنا لهم؟ هنا يتحاشى الجميع التحدث أمام الكاميرا بدافع عزة النفس والأعراف المحلية. لم يكن ذنب هؤلاء سوى أنهم لم يقدموا قرابين السمع والطاعة للسيد المزعوم.
هنا يروي هذا الوالد أحد الأحداث التي شهدتها منطقته من إقدام الحوثيين على إعدام 2 من أبناء قريتهم أمام منزلهم بسبب عدم السماح لهم بالتمطرس في منازلهم. خرج من بيته وقعت على جنب الشارع. ولد بين الله سعدك محمد ولد عبد صالح عوام أراد الطوف الشارع قدم في الشارع خرج من البيت لا في الشارع قدم في الشارع تردوا في الشارع واستشهدوا في على باب بيتهم. هنا لم يتوقف مسلسل القتل والتدمير الحوثية وهنا تتضاعف المعاناة ويتسع الجرح وتغيب أدنى مسؤولية للجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية وتحضر بقوة عن جهية الحوثي ومغرورا بما ملك من عتاد من هنا وهناك على حساب حياة المواطن. صالح مبهوت لقناة سهيل الفضائية محافظة الجوف. حذر حقوقيون ونشطاء في محافظة الضالع من أي محاصصة مذهبية أو طائفية متهمين ميليشيات الحوثي بالعمل على تحقيق أهداف عنصرية، واعتبر النشطاء محاولة المحاصصة انقلابا على مبادئ الثورة والجمهورية والوحدة وانقلابا على الحوار الوطني وتطلعات أبناء الشعب اليمني الذي يأمل الخروج من بوتقة الظلم والاستئثار بالسلطة. جاء ذلك على هامش حلقة نقاشية أقيمت في خيمة التوعية وضمت 30 مشاركا ومشاركة من الإعلاميين والحقوقيين والنشطاء السياسيين. نظم صندوق التراث والتنمية الثقافية بالبيضاء بالتعاون مع جمعية الأقصى مهرجانا جماهيريا نصرة لغزة ودعما للمقاومة، وفي المهرجان ألقيت عدد من الكلمات التي أكدت على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة، كما نددت بالصمت العربي إزاء جرائم العدوان الصهيوني وطالبت بفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة وإعادة إعمار القطاع، وحيت الكلمات صمود المقاومة في غزة والشعب الفلسطيني وثباتهم أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم المقاومة ماديا ومعنويا حتى يتحقق للشعب الفلسطيني تحقيق كافة أهدافه المشروعة. نظم فرع جمعية الأقصى بمحافظة الحديدة مهرجانا تضامنيا لنصرة غزة تحت شعار غزة صمود وعزة، وفي الحفل دعا محافظ الحديدة صخر الوجيه إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب أبناء غزة، كما ألقيت في الحفل كلمات من قبل الأمين العام لرابطة علماء فلسطين باليمن الشيخ علي مقبل والشيخ عبد الله عمر الحطامي رئيس الجمعية والشيخ عبد الله حسن خيرات رئيس فرع الجمعية، تطرقت جميعها إلى الواجب الديني في دعم أبناء غزة الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وهدمت منازلهم جراء العدوان الصهيوني الغاشم عليهم. أخفقت إسرائيل في اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف حينما استهدفت غارة منزله في قطاع غزة فجر اليوم، مما تسبب في استشهاد زوجته ونجله وسط غارات وقصف إسرائيلي متواصل منذ مساء أمس خلف 15 شهيدا فلسطينيا بينهم أسرة كاملة. وأعلن مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس نبأ محاولة استهداف منزل الضيف واستشهاد زوجته ونجله. وكانت إسرائيل قد نفذت في الماضي 5 محاولات لاغتيال الضيف الذي يقود الجناح العسكري لحركة حماس منذ العام 2002. إلى ذلك يواصل جيش الاحتلال الصهيوني قصف مناطق مختلفة في غزة بالطائرات والمدفعية متسببا في استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أصيب في القصف مسعفان يستقلان سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة حجر الديك جنوب شرق مدينة غزة. من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام إطلاق 10 صواريخ على إسرائيل من بينها صاروخان على تل أبيب وثالث على مدينة القدس، واعتبرت في بيان نشرته على موقعها الليلة الماضية أن العدو بخرق للتهدئة وارتكابه لمجزرة في منزلة عائلة الدلو فتح على نفسه أبواب الجحيم وسيدفع الثمن باهظا.
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها مدينة أسدود بثلاثة صواريخ جراد، ونصح الجيش الإسرائيلي بفتح المخابئ الواقعة في محيط 80 كيلومتر من غزة، أي بعد منطقة تل أبيب. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس هادي يدعو الجيش إلى رفع الجاهزية. إسرائيل تفشل في اغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر سهيل دوت نت. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، في أمان الله.